ممكن الواحد يقدر ظروف اللي يحبه، وممكن يتحمل هو أشياء منه، بس مستحيل ما يحس بيه إذا يتغير. أنا تحملت هواي، وصبرت إلى أن وصلت مرحلة تأكدت بيها أنت صرت غير إنسان. وجاي بالي سؤال، منو أنت؟ أنت مو نفس الإنسان اللي حبيته، أنت مو نفسك اللي عرفته، اللي كان يغار ويخاف علي من كل شي، اللي كان ما يقبل أنام وأنا زعلان منه، اللي ما يتحمل يوم ما يسمع بي صوتي، الشخص اللي كان يهتم بي أكثر من كل شي بهالدنيا. معقول هسه صار آخر اهتماماته؟ احنا وايد مرينا بظروف وشغلات أذتنا وكفت ضدنا، قدرنا نتخطاها سوي ورجعنا أحسن من قبل. زين شنو يتغير هسه؟ ممكن أتحمل أي شي، ابتعد عني، ازعل، كل شي سوي، بس لا تتغير، هالشي يذبحني. صرت أحس نفسي طلعت من قلبك، وحتى بدون ما أعرف شنو اللي غلطت وياك، قمت أحس ببرد علاقتنا لدرجة تخليك ما تعرف شلون أقضي يومي، وين أطلع وين أطب ومنو يحجي وياي، وأنت اللي جيت أقضي يوم وياه. وأكثر شي يقهر، قمت ما أقدر أعاتبك وأسألك ليش متغير، لأن صرت أحس كلامي ضوجك. وين اللي جيت أحبه؟ وين اللي كان يقول لي أنت أحلى شي بحياتي؟ تقدر ترجع ليه؟ أنا ميت بدونه، هواي محتاج يرجع لي حتى لو ساعة، ساعة واحدة أريد أشكيله منك بيها وأقول ليش سويت بيها. بداية حبنا شقد كانت حلوة، يا ريت لو ظل علاقتنا بس بداية.